الجوية. موبيليس أينما كنتم. خير عليكم مشاهدينا الكرام في توقعات أحوال طقس نهار الجمعة إن شاء الله مع العشية عبر قناتكم الحياة الجزائرية. نروح نشوفوا الوضعية الجوية تاع نهار اليوم كيفاش حتكون. نهار اليوم راح نسجلوا أجواء صافية بالنسبة للمدن الجنوبية على عكس المدن الشمالية، والحال عندكم راح يكون مغيم مرفوق كذلك بأمطار. نجوز نشوفوا حال طقس مع الصباحية إن شاء الله. مع العشية إن شاء الله كما قلنا مشاهدينا راح نسجلوا أجواء صافية ومشمسة بالنسبة للمدن الساحلية الغربية وصولا إلى الساحلية الوسطى، على عكس المدن الساحلية الشرقية التحاقا بالمدن الداخلية الشرقية كذلك وسط الصحراء، الحال عندكم راح يكون مغيم بزيادة شوية وراح يكون مرفوق بأمطار. راح نسجلوا كذلك بعض الغيوم الخفاف بالنسبة لشمال الصحراء يلتحقوا بجنوب الصحراء. بالنسبة للبحر مشاهدينا البحر راح يكون هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، وين سرعة الرياح تاعو تقدر ب 15 كيلومتر في الساعة، على عكس السواحل الغربية البحر راح يكون قليل الاضطراب وسرعة الرياح تاعو قدرت ب 20 كيلومتر في أسعى. جوز نشوفوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة هاد المرة درجات صغار كامل راح يكونوا بكل من ولاية بجاية وسكيكدا ب 27 درجة، والدرجة الكبيرة كالعادة بأقصى صحراء بعين صلاح ب 45 درجة. 34 درجة كانت بولاية غردايا، 31 لحقت بالجزائر العاصمة، 29 سجلناها بولاية وهران، و 28 درجة كانت بولاية البيض. هادو مشاهدينا كانوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. جوز نشوفوا الغروب تاع نهار الجمعة. بالنسبة للغروب مشاهدينا تاع نهار الجمعة إن شاء الله راح يكون على 7:19 دقيقة. لمزيد من المعلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياة تشانل أو عبر الويب. مشاهدينا أنا لحقت لختام نشاط الأحوال الجوية تاع نهار اليوم، وبقى لي غير نقول لكم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. قوا على خير. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.